اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شارع العلوم. هو انا لو جيت وسالتك وقلت لك ايه الفرق ما بين اللمبه التنجستين واللمبه الليد هتقول لي ايه؟ دي موفره. ودي ما تعرفيش الفتيل ده اسمه ايه؟ الفتيل اللي جوه ده هو اللي بينور ولا لا؟ ايوه بتاعتك يا راجل، ده ما خدتوش اللمبه التنجستين خالص في المدرسه بجد والله يا جماعه لغوها. ده كان عندها درس كامل في ثالثه اعدادي ما خدتهوش. لا ما احنا كملناها ابحاث. اللمبه التنجستين دي الفتيل بتاعها نوع ايه؟ مش عارف. ايه ده؟ قول حديد ولا اسمه ايه التاني؟ الومنيا. طب يا صبر ايه لو قلت لي طبق القشطه دي فيه ايه هديك منه حته قشطه. اللمبه التنجستين دي نوع الفتيل فيها ايه؟ تنجستين. الله اكبر عليك يا حمد الله على السلامه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي حبيبي؟ الملايين فين؟ طبعا انت اول ما تشوف التلفزيون مثال قدامك. يلا 3 2 1 امسك الخشب وانت داخل احسن الجو كله مكهرب. وبصراحه رحلتنا النهارده عشان نعرف الفرق ما بين اللمبه التنجستين واللمبه الليد ما لقيتش مكان احسن من الكهربائي اللي تحت البيت عندنا ان انا ابتدي معاه الحلقه النهارده وندردش مع بعض حبتين بجانب الناس اللي احنا سالناهم في الشارع. شوف الكهرباء يا استاذ انس. اهلا 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 يا صاحبي. بقول لك ايه، احنا في حوار كده عايزينك فيه. تنورنا يا باشا، المكان مكانك. اتفضل خش يا عم. بص، ان عندك العادي اللي هو القديم، فاهم انت؟ بتاع زمان اجدادنا. بيبقى مكتوب عليه كام وات؟ ده بيبقى 100 وات 200 وات. عيط عليك، ده بيعمل الكهرباء يعني. بيبهدلها ده. غير ان هو اصلا بص بيبقى ضعيف خالص. ازاي؟ هو بيبقى تنجستين، فاهم؟ تمام. سلك التنجستين ده بيتقطع من اي حاجه، من اي حاجه، وغير ان هو بسخن جدا يعني. يعني ممكن اللمبه اصلا عمرها ما يعديش اليومين لو انت حظك وحش يعني. يوم واحد ممكن تروح بيها تلاقيها مش شغاله، فاهم؟ اصلا طب هي اكتر لمبه عاشت قد ايه اللمبه التنجستين دي؟ 3 شهور. ده كده ايامنا، فاهم؟ ايام زمان كانت بتعيش جامد. بتعيش بس هي ايامنا دلوقتي. بس دلوقتي اصلا هي كلها بتبقى عشان قد الكهرباء. ماشي، ايه اللمبات التانيه اللي عندك؟ في بقى الليد بقى، ده اللي هو نازل جديد، فاهم؟ انواع كتير بقى. انواع كتير جدا، فاهم؟ بس دي بقى ايه يعني، مثلا دي كانت 100 وات، فاهم؟ دي 9 وات بس. 9 وات فرق في توفير الكهرباء. شايف الفرق قد ايه؟ طبعا غير الاضاءه بيضاء، في منها اضاءه صفراء. في ينفع اعمل الوان تانيه غير الابيض والاصفر؟ في كل الالوان، في اخضر، في ازرق، في اي حاجه اللي انت عايزها. يعني نقول ان اشهر نوعين لمبات عندك هو اللمبه التنجستين واللمبه الليد. غير بقى اللمبات اللي هي النيون اللي هو بتتكلم على الحاجات اللي مش الاوز. اللاين ده مش الاوز. لمبات النيون اللي بتبقى عايزه ستارتر معاها علشان تقوي. ستارتر وترانس. طب اللمبات النيون الايام دي في منها حاجه تقدر تشتغل من غير ستارتر؟ في الليد دلوقتي نزل منها الليد كمان. نيون ليد نفس التكنولوجيا الليد. هو ده بقى موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. ايه الفرق ما بين اللمبه التنجستين واللمبه الليد؟ ممكن تديني لمبه تنجستين اللي عندك يا عم انس؟ دلوقتي لمبه ليد، ادي اللمبتين اللي عندك. اسالك كام سؤال يا استاذ انس، انت اديت لنا الخلاصه من ناحيه نظرتك التجاريه، لكن لو سالتك وقلت لك ايه التكنولوجيا اللي بتخلي اللمبه التنجستين تنور وايه التكنولوجيا اللي بتخلي اللمبه الليد تنور؟ دي بتشتغل عشان بالحراره. حراره. هو التنجستين بيسخن فبينور. تمام. انما دي بتشتغل بالكهرباء عادي، بتدي الترانسات. لا دي الكهرباء بتسخن. دي كهرباء بتسخن يعني. دي كهرباء بتدي طاقه حراريه. تمام. دي كهرباء بتدي، دي كهرباء بتدي طاقه ضوئيه. بتدي طاقه ضوئيه على طول اللي هو بتدي ترانزستات. بص وريني، افتح لي كده. اوبا، هو ده الحوار بقى. دي شرايح للدات. حلو. تمام. وبيكون فيها ترانزستات ومقاومات وكده يعني. مقاومات عشان ياخد الكهرباء يحولها لنور. ده زي ما انت قلت بالظبط فعلا، التنجستين معدن بيستحمل حراره كبيره جدا، فانت مهما اديت له كهرباء هو لو وصل ل 2000 درجه بيتوهج وبيدينا النور بتاعه. بس في حاجه ناقصه انت لسه ما قلتهاش، هرجع لك ليه. ده عباره عن ليدات، شرايح ليد وترانزستورات ومقاومات وحوارات علشان يقدر يكمل لك الدايره ويقفلها لك. بس برده ما قلتليش بتنور ليه، اشمعنى الماده دي عن اي ماده ثانيه؟ اديك اختيارات. اديك اختيارات. الشرايح اللي هنا بتبقى بتنور برضو بالحراره، بس هي ما بتبقاش عايزه حراره كبيره، ولا بتشتغل باثاره الالكترونات، حاجه اسمها اشباه موصلات، ولا بتشتغل هي حاجه معروفه ليد كده، دي ماده لوحدها وبتحول الكهرباء لنور على طول باقل طاقه ممكنه. اختيار رقم 2 اللي هو اشباه موصلات، وتشتغل باثاره الالكترونات اللي موجوده عندها في المدار الاخير فبتنور عندنا. هي صح، هي دي الاجابه. بس هديك سؤال تاني، اللمبه التنجستين دي مش انت بتقول الفتيل بتاعها هو اللي بياخد حراره وبينور؟ تمام. هل ينفع انوره من غير الغرفه الزجاجيه؟ لا طبعا. يعني انا جبت لك لمبه متكسره ونورتها لك هتحرق. تيجي نشوف ده. نشوف. تعال معاك وصله عندك؟ عندي. خلينا نوصلها عادي جدا. يا ما عملت التجربه، امسكها من جوه كهربائي وسيفتي بقى وبتاع. لو جينا عملنا كده وشغلنا تتوقع هتنور ثانيه دقيقه؟ 5 ثواني مثلا. 5 ثواني. طب 3 2 1 استنى. حاضر. 5 4 ثانيتين بسرعه.
ايه السبب بقى؟ لو جيت انا حطيت دي طيب شغاله على طول، تفتكر ليه دي فضلت شغاله وليه تفض بعد سنتين اللي احنا عملناه؟ عشان الهواء. عشان الهواء. الهواء في اكسجين. ايوه، بيساعد على الاشتعال فاكسدها، حرقها، حولها اصلا من تنجستين. تنجستين ما بقاش تنجستين، اتحرق. اتحرق اختفى. لو خدت بالك هنا هتلاقيه اتقطع على طول. في الغرفه الزجاجيه دي مفيش جواها هواء يا كمان؟ عشان في ضغط مقفول عليها، متفرغه من الهواء، فعلشان كده بتفضل منوره زي ما هي على طول. يعني انت شايف ان اللمبه، ان الغرفه الزجاجيه دي من غيرها اصلا لمبه تنجستين مش هتشتغل. اكيد. ده غير ان هي بتحتاج وط عالي جدا، حوالي 100 وط، عشان احنا عايزين حراره. كهرباء كتير. تمام، اطفي بقى كده. هنعيد نفس التجربه تاني، بس على ايه بقى؟ على اللمبه الليد اللي انت فتحتها من نفسك. لو جيت عملت كده وشغلت اللمبه الليد هتنور ولا لا؟ اكيد طبعا هتنور. هتنور اكيد. هتقعد ثانيه وتطفي ولا خمس ثواني هتقعد شغال على طول؟ طب ما تيجي نشوف كده. جامد، منور. منورين يا جماعه، منورين. اشمعنى دي بقى ما طفتش ولمبه التنجستين طفت؟ زي ما انت قلت، ما بتشتغلش بالطاقه الحراريه، هي بتشتغل باثاره الايه؟ الكترونات. اثاره الالكترونات عشان هي اشباه موصلات. طب ما احنا ما كانوا يبيعوا اللمبه كده ويوفروا على نفسهم ثمن القطعه دي، لو جيت ضربتها في ملايين اللمبات اللي بينتجوها هيوفروا فلوس كتير. ليه بيحط البتاع ده؟ ده ديفيوجن، عشان ديفيوجن بيوزع، يوزع الضوء وفي نفس الوقت ما يبقاش شارب كده. ما يبقاش شارب، صح؟ ايوه. ده الراجل ده طلع ضوء بيه يا جماعه، ده انا طلع مدير تصوير. يا ادهم، مكانك بيتاخد، خلي بالك. عرفنا الفرق ما بين اللمبه التنجستين واللمبه الليد. اوصل بقى معاك بقى لتجربه اخيره هتوصلها بخبرتك اللي هي زي كده، صح؟ زي ما انت علمتني. حبيبي الملايين فين؟ النيتروجين المسال. هاتوا عبد الرحمن يا جماعه، واحد من اهم العناصر عندنا في فريق شارع العلوم، اللي من غيره كل اللي انت شايفينه ده مش هيتم. عبد الرحمن، هنستاذنك تساعدنا في ان انت تحط لنا شويه نيتروجين مسال هنا. ولا طبعا انت اول ما تشوف النيتروجين المسال قدامك هتساعدني انت في التجربه دي. هنستناه يهدى شويه، هو طبعا بيغلي عشان هو طالع من درجه حراره 196 درجه تحت الصفر لحد درجه حراره الغرفه، فبيغلي. هبتدي ان انا احط ده جوه هنا، وسيادتك هتحط الفيشه. بس قبل ما تحط الفيشه هتقول لي هيقعد ثانيه ويطفي برده، ولا هيقعد وقت اكبر، ولا يعني هيفضل شغال على طول كانه عادي حاطط اللمبه؟ حقيقي مش عارف. سنه واحده بعد كده. وانت مش هتنور اصلا، صح كده؟ تعال نشوف كده. انا هحطها الاول، هديك 1 تحط الفيشه بتاعتك. يلا 3 2 1 اهي، هتفضل شغال على طول. طب السؤال بقى التاني، هيحصل ايه لو شلتها دلوقتي؟ حرق على طول. طب الجمهور شاركونا، هل اول ما هشيلها هتطفي، ولا هتفضل منوره عادي علشان جو النيتروجين اللي حواليها، ولا هتفضل شغاله مثلا 5 ثواني ولا 10 ثواني اطول سيكه وتطفي؟ يعني مش هتطفي، ممكن ما تطفيش على طول. ممكن ما تطفيش على طول. خلينا نشوف كلنا سوا. 3 2 1 5 4 نفس المده بالظبط. يبقى احنا كده عرفنا ان الغرفه الزجاجيه مهمه علشان بتمنع غاز الاكسجين اللي هو هيأكسدها ويحرقها، فمش هيخلي التنجستين تنجستين. يعني خلاص ما عادش الميزه بتاعت التنجستين بتاعتنا، ما عادتش هتبقى موجوده. طب تفتكر بقى النيتروجين المسال عملي ليه خلاها تنور على طول؟ منع الاكسجين، عشان منع الاكسجين منها، صح كده؟ طيب اللمبه الليد لو عملنا نفس التجربه تحت النيتروجين هتشتغل. هنجرب التجربه كلنا، هحطها برده وسيادتك هتديني 3 2 1. يلا بينا، شغال عادي اهو. السؤال بقى التاني نفس السؤال اللي قبله، لو شلتها كنت شغاله اهي. اوبا 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 اوبا. انت لما شلتها ولا ما شلتهاش؟ لا، هو هي تحت باظت. انتوا بتلعبوا. الترانزستور باظ كده، كده اتحرق خالص، صح كده؟ يبقى كده الترانزستور او المقاومه او حاجه من الدايره اللي موجوده جوه باظت بسبب النيتروجين وبسبب درجه الحراره اللي هو فيها. طب لو سبناها شويه لحد ما ترجع درجه حراره الغرفه هتشتغل؟ مش احنا كده لسه موصلين كهرباء؟ لو سبناها شويه، شيل الفيشه كده حطها تاني. مش ده مش ده مش ده مش الزرار ده. لان هنا يا جماعه الموضوع قايم على دايره مقفوله. الدايره المقفوله اللي عندنا لو حاجه في النص حصل لها حاجه وباظت، هل الدايره بتاعتنا تشتغل؟ صح؟ عندك اهو 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 اهو. ايوه ايوه ايوه. كلش على طول. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس كده. دلوقتي هي المقاومه بتاعتنا او الترانزستور بتاعنا راجع لحالته اللي هو الطبيعي. على فكره الترانزستورز برده يا جماعه من اشباه الموصلات، وانا عايز راي الجمهور في الموضوع ده. هل اشباه الموصلات بتاعت الليد هي لما درجه حرارتها قلت فما بقاش في استثاره كافيه للالكترونات، الكهرباء ما عملتش استثاره كافيه للالكترونات، ولا الموضوع ليه علاقه بالدايره المغلقه والترانزستورز والمقاومات اللي موجوده؟ الموضوع ليه علاقه بايه؟ انا من رايي درجه الحراره مع الدايره. عايز اقول لك على مفاجاه، انا نفسي لسه ما اعرفش، وعايز راي الجمهور وعايز راي الناس اللي بتفهم. عمرو، انت مش مهندس كهرباء؟ شوف عمرو كده. ده ترانزستور. احسن احسن. هي درجه الحراره
اثرت على اشباه الموصلات، اثرت على الكوندكتيفيتي بتاعته. صح كده، ان هو اصلا الكوندكتيفيتي بتاعته او التوصيليه الكهربائيه بتاعته قايمه على ايه؟ على اثاره الالكترونات. فلما درجه الحراره قلت فبقاش ده كليه هندسه كهرباء جدا يا جماعه. تعالوا بقى نجرب الموضوع تاني ونشوف ملاحظه عن قرب. 1 2 3 9 10 اتعود اهو طفى. تعالى بقى انا عايز اركز بقى في اللي بيحصل هنا. شيل فيش احطها تاني وراوتر. نقول لها لما تسخنها يا ابني شويه اهي. ايه بص تدي فلاش ورك. أيوة. كلها مع بعض كده يا جماعه. من وجهه نظري وبالتجربه مرتين، انا لسه بصراحه ما اكدتش من المعلومه، بس انا محتاج رايكم ومحتاج الناس تسيرش معانا. هل اشباه المواصلات لما اتحطت في النيتروجين المثال الطاقه الكافيه اللي احنا محتاجينها عشان نثير الالكترونات بسبب درجه الحراره قليله جدا ما بقتش كافيه ان هي تسرع، فبالتالي ما نورتش معانا، ولا الموضوع له علاقه ان في جزء من الدايره ايا كان مقاومه او ترانزستور موجود في النص هو ده لما درجه حرارته قلت خلى الدايره بتاعتنا شبه مقفوله وما قفلهاش؟ انا محتاج رايكم جدا واحتاج رايكم في الكومنتات، لان ده هيساعدنا قوي ان احنا نفهم اللي حصل. دلوقتي اصدقائي عرفنا الفرق ما بين اللمبه التنجستين واللمبه الليد وازاي كل واحده فيهم بتشتغل. دي بتشتغل بالحراره ودي بتشتغل عن طريق اثاره الالكترونات في اشباه الموصلات. الاهم في رحلتنا النهارده ان احنا عرفنا ان الكهرباء ممكن تتحول لكذا شكل وكذا صوره، منهم طاقه ضوئيه، وطبعا بمساعده الخبير الكهربائي اللي احنا بيمدنا بكل الادوات الكهربائيه صديقي انس، برضو عملنا معاه شويه تجارب عشان نفهم الفرق ما بين الاثنين. واظن النصيحه واضحه ان انت طبعا الناس كلها اللي بتفرش بيوتها اعتقد اللمبه الليد عمرا طاقه امانا كل حاجه اللمبه الليد. رحلتنا النهارده وقفت لحد هنا وتعلمنا فيها معلومات كتير سوا، ولسه عندنا رحلات اكتر، بس الاهم من ده كله في كل رحله ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. بس كده. ودلوقتي جه ميعاد سؤال الحلقه من ابلكيشن نجوى، واللي لو انت مركز كويس في الحلقه تعرف تجاوب عليه بكل سهوله. فالاختيارات اللي قدامك فيه وصف صحيح للليد، هل هو الاختيار ألف ولا ب ولا ج ولا د ولا ه؟ مستنيينك تجاوب على الإجابة الصحيحة وتحط لنا الإجابة كسكرين شوت في الكومنتات.